بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله نبدأ وعليه نتوكل، ومنذ لحظات ينطلق شوط الوداع، منذ لحظات ينطلق شوط طن العاشر اللي خصص للإبكار، ونتمنى إن شاء الله التوفيق والناموس للإخوة المشاركين هنا بأرضية هذا الميدان. شوط يحمل هذه الشعارات وهذه النخبة من هذه السلالات الجميلة، سوف نتحدث إن شاء الله معاكم هناك عند موعد اللحظات الأخيرة. بن صغان هي في المركز الأول، هي من تسيطر على مقدمة الشوط. سعيد بن محمد المري، النقلة أيضا على بن صغان للسيد سيف بن تريم، بينما المركز الثالث اللي في المركز الثالث هناك الهدة مطر بن علي بن واس. انتقل وياكم الى رابع المراكز الشرود وخلف بن مطر بن علوان، بينما المركز الخامس اللي في المركز الخامس وحيشة تأتي على خامس المراكز واحمد بن سيف الاغويس. هكذا ايها الاخوة كانت النتيجة للمراكز الخمس، ذعناها عليكم بالهو التمام بقيادة الهدة اللي هنا في هذا اليوم الجميل، هنا بأرضية هذا الميدان الجميل، ميدان الطيب الحقيقة الذي ينقل لكم الأحداث أولا بأول. ولكن الشاهينية غيرت في هذه اللحظات، سيطرت على المركز الأول، سيطرت على كوكبة المركز الأول. ثاني الناموس لمطر بن سعيد بن عبيد الحميري بمناسبة فوز الشاهينية بالمركز الأول. المركز الثاني الهدة ولا دخول جماعي، ثاني الناموس لمطر بن علي بن واس، ثاني الناموس خلف بن مطر بن علوان، المركز الرابع بن صغان للسيد سعيد بن محمد المري، المركز الخامس وحيشه للسيد احمد بن سيف الغويس. والتوقيت الزمن دقيقتين 44 ثانيه 78 جزء من الثاني، ثاني الناموس لمالك بالحقيقه اللي اخذت المركز الاول. وسلام سلام عليكم كافه وين ما يسكن ايها الاخوه. كل الشكر والتقدير الى اللجنه العليا المنظمه لهذا الميدان بقياده سعيد بن محمد بن حزين والفريق المميز الذي دائما يعمل خلف الكواليس، مع تحيات ايضا كل الشكر والتقدير لموقع الناموس الذي ينقل لكم هذه الاحداث اول باول، مع تحيات معلق هذا الميدان نواف بن فاضل، والى